السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض موقع itwin.js جافا سكريبت. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن ان تقدر تعمل توأم رقمي للمبنى او للمشروع اللي انت شغال عليه، وبرمجة بسيطة جدا بالجافا سكريبت تقدر تتحكم في كل حاجة. يعني على سبيل المثال ده هنا المشروع، ممكن نقوله مثلا انا عايز اشوف جيت فيو بوينت، مجرد ان انت تدوس عليه هو بيبدأ يحمله وتقدر ان انت تشوفه، فبيديك حتى شفرة الكود ممكن تاخدها وتعدل فيها او ترفع الموديل بتاعك، بحيث ان انت بجهد بسيط تقدر تظهر الشغل بتاعك موجود هنا. ده مثلا هنا حاجات سوليد فيبدأ يعمل لها لودينج بالشكل دوت، وتقدر ان انت تتحكم فيها او ان انت تقدر تشوف الجيت فيو بوينت. اي حاجه بتضغط عليها بتبدا تتحمل معاك تحت، وبيبدا يظهر الكود اللي مكتوب بحيث ان انت تقدر تتعلم وتستفيد منه. ميزة الموضوع دوت ان هو اوبن سورس، فتقدر تشوف شفرة الكود وتقدر ترفعه على الموقع بتاعك وتحط كله على الموقع بتاعك وتتحكم في المعلومات بتاعتك. ده موديل اهوت كنا شرحناه في احدى الفيديوهات قبل كده، رابط هو البيم مع الجي اي اس، وتقدر تشوف كل المعلومات اللي انت عايزها، وفي اكتر من موديل تقدر تختار بينهم وتقدر تشوفهم زي ما انت عايز. فيظهر معاك بالشكل دوت، وكل حاجة انت بتعملها سيلكت بيبدأ يجيب لك كل المعلومات اللي انت عايزها خاصة بالعنصر دوت، وتقدر تعمل سايز تقيس اللي انت عايزه مثلا من النقطة دي للنقطة دي، فيبدأ يجيب لك المسافة اللي انت عايزها. احنا موجودين هنا في الساند بوكس اللي انت تقدر تجرب فيه براحتك من غير ما حاجة يحصل فيها مشاكل. لو انت ناوي تبدأ بقى تقول له جيتك ستارت، وتبدأ تدخل في ان انت تكتب الكود بتاعك زي ما انت عايز، هو بيديك برنامج تبدأ تشتغل عليه، وفي اكتر من موديل وفي ادوات ان انت تقدر تتابعها بحيث ان انت تبقى الموقع بتاعك فيه فيور للمشروع بتاعك. وهنا ده بتقدر تبدأ منه، هو بيقولك ليه الديجيتال توينز مهم، اللي هو التوأم الرقمي سواء للمباني او للمدن، وليه احنا مفضل ان احنا نستخدم itwin.js اللي هو من شركة بنتلي، وبيتكلم على فكرة الاوبن سورس.